أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من مستشفى الحياة في جولتنا الخاصة بمصابي فيروس كورونا وأهمية تقديم العلاجات البروتوكولية الخاصة بالمصابين. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 25/10/2020 تم افتتاح بناية مستشفى الحياة التابعة إلى وزارة الصحة دار الصحة بغداد الرصافة باستلام البناية من العتبة العباسية المشرفة وبتجهيز دائرة صحة بغداد الرصافة بسعة 120 سرير باستقبال الحالات الخاصة لمرضى كورونا بتقديم الخدمات الطبية والصحية المتكاملة بنظام سويت فندقي صحي طبي متكامل وبكادر وإدارة أطباء وتمريضيين وممرضين جامعيين إضافة إلى الخدمات المساندة. السعة السريرية للمستشفى الحياة هو 120 سرير. عدد الراقدين الفعلي الحالي هو 26 مريض. سجلنا حالات شفاء، الحمد لله 7 حالات شفاء، وفيات لا توجد إلى الآن. السلام عليكم. جولتنا مستمرة مع الملاكات الطبية والتمريضية والخدمية والإدارية في مستشفى الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه الأدوية اللي متوفرة بالصيدليات مركز الحياة الخامسة متوفرة لكل المرضى المصابين، وموجودة كل الأدوية والمستلزمات الطبية من مشتريات ومن شركة استلام من مخازن كسرى وعطش والرشاد، وأيضا الأدوية اللي يصير بها نقص تتوفر عن طريق الشراء. متوفر كل شيء وإحنا بخدمتهم وما نقصر وياهم، وإن شاء الله يعني حقيقة إحنا حتى من ناخذ العلاج ونوزع للمرضى احنا نفتر عليهم واحد واحد بالمرضى ونوجههم على طريقة أخذ العلاج وأسلوب أخذ العلاج بصورة صحيحة ومتابعتهم بشكل صحيح. أعزائي المشاهدين، تابعونا كيف يتم توزيع البروتوكول العلاجي والوجبات الغذائية على المصابين بفيروس كورونا داخل ردهات العزل. النفايات الطبية يتم نقلها عبر كابسات ويتم حرقها فيما بعد، ونحن مستمرون في العمل طيلة هذه الفترة ومن الله التوفيق. الكوادر الطبية العاملة في هذه المستشفى الرائعة والممتازة، فقد وجدت جهودا مضنية ومتفائلة ومتوفرة في كل الأمور، ولن أشعر بحاجة إلى أي شيء إلا وفر بأسرع وقت ممكن، وكافة الأدوية اللي موجودة الآن هي تحت اليد. الآن متواجدين داخل ردهات العزل للاطلاع عن كثب ما يقدم للمصاب بفيروس كورونا من قبل الملاكات الطبية والخدمية وأيضا التمريضية. يعني علاج أول بأول، عناية أول بأول، وأقل شيء أقل شيء يعني حتى حاطي لك نظام اوروبي حلو ويهدلكم الحمراء، بس راس يجيكي اي شيء تحس بمواقع ما تحس الا كورة عليك وتواليك. والحمد لله شكرا نانت يعني شوي استعدلت يعني احسن من مقارنة المستشفى. الحمد لله شكرا. ما اخذت الشفاء يعني؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وين الفرق يعني؟ هاي الفرق يعني وصلت الموت والله حياني يعني. الحمد لله شكرا. كيف قرا عندك الاكسجين؟ قرا عندي 30 يعني من 30 ل 25 يعني طفيت بغيبوبة الحمد لله. هسه وين اذا يريد ينزل 88 من 30 اذا يريد ينزل 88.
عندك؟ بداية عند افتتاح مستشفى الحياة التابع إلى دائرة صحة بغداد الرصافة، والذي تم بناؤه من قبل العتبة العباسية المقدسة، باشرت كوادرنا وكافة ملاكاتنا من الطبية والتمريضية والإدارية بتقديم الخدمات للمراجعين المصابين بكوفيد 19. تتلخص خدمات الجناح الإداري أو القسم الإداري في مستشفى الحياة بتقديم الخدمات، وأهم هذه الخدمات هي توفير مادة الأكسجين إلى المرضى، حيث يتم صرف يوميا معدل من 50 إلى 60 قنينة يومية ومتوفرة، وحيث تم توفير 3 قناني لكل مريض داخل الغرفة وراح تعطونها بعد قليل. جولتنا انتهت في المشافي الخاصة للمصابين بفيروس كورونا مع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والإدارية التي تواصل تقديم الأفضل للحد من جائحة كورونا.